اولا شكرا جدا جدا انه تم يعني اختياري عشان امثل واحد وزاره التخطيط وعشان اتكلم على مبادره انا ابتديت اشتغل فيها من اول اعلانها من 2019، فهي كانت هي قريبه جدا لقلبي الحقيقه. وانا اللي هتكلم فيه دلوقتي هو يعني زي زاويه مختلفه خالص، هي زاويه وزاره التخطيط والمانديت بتاعها اللي هو انا دايما بعمل مونيتورنج وايفالويشن للمشاريع القوميه وبشوف انها اتس جوينج اون ذا تراك ولا لا. فهي هتبقى مكمله لكلام الساده الافاضل وكلام الاكثر كمان والجمله اللي قالتها الدكتوره نبيله معالي وزيره الهجره بتاع ان احنا كل دايما بنتسال السؤال بتاع هو ايه الار او اي، هو في مغزى من الفلوس اللي بتدفع في حياه كريمه وايه تاثيرها التنموي. فانا هحكي الحكايه حكاية حياة كريمة بشكل مختلف شوية. هنبتديها من معدلات الفقر ولو نشوف الترند بتاعها من سنة 2000 لغاية 2017، فاحنا هنشوف انه المعدلات الفقر من 2000 ل 2017 هي معدلات كانت بتزيد بشكل مستمر لغاية ما وصلت أعلى نسبة ليها هي 32.5 في 17-18، وفي 19-20 حصل دروب ب 3% عشان توصل ل 29.7، وهكذا كمان الفقر المدقع. مميزة جدا، وهي يمكن تزامن معاها اختياري سفيرة حياة كريمة، واللي انا في الاول عايزة اكد ان هو زي ما زمايلي قالوا في الفيديو هو فخر، ويمكن ده اكتر تايتل انا فخورة بيه وسعيدة بيه، وحاسة ان هو يمكن اي حاجة تانية انا بعملها في حياتي كلها ممكن تبقى بتصب في حياة كريمة. الحقيقة ده تزامن بعديه بشهور وجودي في المجلس القومي لحقوق الانسان، وانا يمكن كنت مهتمة بملف حقوق الانسان بقالي فترة من الخبرة سابقة في بعض المجالات. يعني الحقيقة ارتباط مفهوم حقوق الانسان والتجربة المصرية ده مهم جدا، لانه دايما بنتكلم عنه بمفهوم عالمي. اي حاجه في حقوق الانسان هي ليها عالميه وليها خصوصيه ثقافيه. احنا يمكن عمرنا ما يعني حتى واحنا بنخاطب بره ما فكرنا ان احنا نشرح الخصوصيه الثقافيه بتاعه مصر والنسبيه الثقافيه بتاعه الحاله المصريه في مصر. عشان اتكلم عن اولويات حقوق انسان فانا لازم ابص للمواطن هو ايه اولوياته برده اللي محتاجها، انا مش هتكلم بالنيابه عنه من خلفيات مختلفه. فلما ابص ان مثلا في 48% من الريف ما كانش عنده صرف صحي، لا يعني لازم هنا يبقى في وقفه. لما اتكلم ان في لحد دلوقتي نسب كبيره جدا بالملايين ما عندهاش مياه شرب نظيفه، اظن ان دي اولويات حقوق الانسان. وحتى لو بصينا للاستراتيجيه الوطنيه اللي في يوم اعلنها الرئيس يعني تكرم وقال ان 2022 عام المجتمع المدني، وده ربط حلو جدا ان انا اربط ما بين دور المجتمع المدني وما بين الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان. الاستراتيجيه فيها 4 محاور، يمكن محور الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه، ومحور الفئات حقوق الفئات زي المرأة والشباب وذوي الإعاقة، وكمان المحور الرابع الخاص ببناء الثقافة. دول 3 محاور هي حياة كريمة بتشتغل عليهم. دول لو اتحققوا بشكل يمكن يعني بنقول شبه متكامل هيصب بالتبعية في المحور الأول هو سياسية ومدنية، لأن أنا مش من المنطق أن أنا أطلب من أي مواطن أو شاب أن هو يمارس حقه السياسي وهو حقوقه الأساسية مش موجودة. صحيح. حقوقه الأساسية لازم تبقى موجودة، لازم يبقى في قدم مساواة. أقدر أقول أنه اللي في الريف زي اللي في الحضر، اللي في ريف الصعيد زي في ريف الدلتا. يعني أنا كان يمكن ليا يعني مش خبرة خاصة بيا، خبرة خاصة بوالدي أنه هو كان في مجلس النواب من وانا طفلة. كنت دايما أشوف إحنا من سكان الدلتا مش من سكان الصعيد. اكتر حاجه كانت بتشغل باله وجود الخدمات الاساسيه للمواطنين. فالحقيقه هو انصرف عن اداء دوره التشريعي والرقابي عشان مهتم ان هو يعمل خدمات اساسيه هي مش من دور النائب ان هو يجري وراها. احب اعبر عن سعادتي بوجودي النهارده في منتدى شباب العالم في دورته الرابعه. لو حد مركز معايا الحقيقه انا مش قادره اشيل الابتسامه من كتر ما انا فخوره ان في مؤتمر بالحجم ده معمول على ارض مصريه. مش قادره اقول مؤتمر مصري لاني مبسوطه بالجنسيات اللي موجوده معانا ومشاركه معانا في المؤتمر النهارده. وطبعا اشكر مؤسسه حياه كريمه على ورشه العمل اللي معموله النهارده. في الاول اقول لكم بس ان التحول الرقمي ودمج التكنولوجيا هو جزء لا يتجزا طبعا من استراتيجيه فودافون مصر ومؤسسه فودافون مصر. احنا المؤسسه موجوده من سنه 2003، استثمرنا لغايه دلوقتي 550 مليون جنيه في مصر في حاجات كتير الحقيقه، في الصحه، في التعليم، في تمكين ذوي الاحتياجات الخاصه، وبنشتغل على ملفات تانيه كتير.
دورنا بقى مع حياة كريمة وبنعمل إيه مع حياة كريمة. قبل الحقيقة ما نبقى مع حياة كريمة كنا بنؤمن بالشراكات وبنشتغل مع مؤسسات تانية كتير ومع شركات تانية كتير، بس الحلو في حياة كريمة الحقيقة أنها أنا بشوفها أنها طفرة في توحيد الجهود. مش عايزة أقول بس مجتمع مدني، حكومة، شركات خاصة، عايزة أقول الحقيقة لمصر كلها. والحمد لله النهاردة لما بنشوف دكتور نبيلة مكرم واللي هي ورته لنا، لا هو كمان مصر كلها والناس اللي برا مصر المصريين، فده بيوحد جهودنا كلنا بدل ما كل واحد ينزل لوحده. بنشتغل على حاجات كتير من أهمها التعليم، لأن احنا بنؤمن ان ده حجر الأساس اللي ان شاء الله هياخد الدولة في مكان مختلف خالص، هيخرج بالناس من الفقر. وفي ده طبعا بنتكلم عن التعليم الرقمي. فعملنا الحقيقة منصة أول حاجة، والمنصة دي عليها كل المحتوى التعليمي من طبعا رواد الكونتنت أو رواد التعليم في مصر وهم نهضة مصر. اشتغلنا كمان على مش بس ان احنا نحط التعليم الرقمي أو المحتوى موجود على منصات رقمية، اشتغلنا كمان على ان احنا نعلمهم يعني ايه المصطلحات الجديدة، البرمجة، الروبوتكس، الاي اي. لازم الجيل القادم لما يخرج يبقى جاهز للقرن 21، يعرف يشوف هو سوق العمل محتاج ايه.